أكيد دالية، بعد ما شفنا هالأكلات الطيبة إن كان من التنور وإن كان من التوت الشامي على الصبح يعني وأيام عيد، أكيد رح نروح هلأ على موضوع كمان بخص العيد، وخاصة أنه بتكتر الحلويات كثيرة وممكن نصير في خربطة شوي بالنظام الغذائي للناس. فكيف إذا كان مريض سكري؟ رح نحكي اليوم عن كيف ممكن مريض السكري يضبط هالموضوع وخاصة بالأعياد، لأنه طبعا أي مخالفة ممكن تقلل من المناعة خاصة بوجود جائحة كورونا. رح نحكي أكثر عن التفاصيل معنا الدكتورة أمل حرفوش، أخصائية غدد صم. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره، ينعاد عليكي وعائلتك بالخير ان شاء الله. امين يا رب. دكتوره عليكم. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء انه قديش كلنا عنا حاله صار من نتوسوس من حاله الكورونا، الكورونا الكورونا، لازم نخاف، لازم نبعد عن التجمعات، ولكن اليوم الاكثر خطوره هن مرضى السكري، مرضى الضغط ومرضى السرطان و لمناعتهم قليلة. خلينا نحكي اليوم مريض السكري كيف فيه يعمل كنترول على حياته، كيف فيه يعمل كنترول بقلب البيت حتى لحتى يحمي حاله. تمام. هلا بتعرفوا السكري هو مرض مزمن، مرض مزمن خطورته مو بس كسكري بحد ذاته، وانما باختلاطاته، اختلاطاته الوعائية الكبيرة والصغيرة على مستوى القلب، على مستوى العين، على مستوى الكلية، على مستوى الشرايين المحيطية. فهل السكري هذا، طبعا نحن وقت نقول سكري ما اكيد بدنا نشخص اذا هو سكري نمط اول معتمد على الانسولين، ام هو سكري نمط ثاني معتمد على الحميه اهم شيء والحبوب الخافضه للسكر. طبعا بنوعه السكري هو لازم يكون في ضبط للسكر، والضبط طبعا وقت بيجي اي مرض على سكري مضبوط غير اذا اجى على سكري غير مضبوط. يعني نحن من البدايه لازم ننتبه للحميه بشكل عام، لازم ننتبه للتغذية، التغذية عنا، لازم ننتبه للرياضة، ممارسة يعني العادات، العادات تكون عادات صحية. العادات الصحية هي ببساطة الحمية. المريض السكري بشكل عام لازم يتفهم هذا الموضوع، لازم يقول إنه أنا ماني مثل غيري، لازم بالعكس الحمية يركز عليها أكثر، وجبات صغيرة متعددة، ما يشبع بالوجبة، يبتعد عن الحلويات، يبتعد عن كل شيء اسمه سكر مهما يكون. يكثر خضروات، يعتمد على الخضروات الورقية، البندورة، فليفلة، أي شيء المهم. والبصل. والبصل طبعا الخضروات بشكل عام هي كثير مهمة. طبعا شو بنحكي نحن بالوجبات، يعني الوجبات مثلا يفطر حواضر خفيفة ما يشبع، جبنة المتوفر عنده. مثلا على الغداء كمان ممكن انه النشويات يبتعد عنها، ياكل مثلا نوع واحد نشويات بكميات بسيطه حسب وزن المريض، حسب عمله، حسب حميته، ممكن انه ياخذ من 5 إلى 8 معالق رز او مثل برغل او مثلا مثل اي نوع ثاني، او خبزه سمراء. يعتمد اذا ما كان في خبز اسمر ممكن الخبز العادي بس انه بكميه اقل. طبعا نحن بنحب الخبز الاسمر كونه هو اليافه كثيره بيمنع امتصاص السكر على مستوى الامعاء، فبأخر امتصاص السكر وبالتالي بأخر ارتفاع، ما بيرفع السكر مثله مثل غيره. تمام. فكمان مثلا مع الخضروات الموجوده سواء مسلوقه او خضروات ورقيه او يعني طازجه او مطبوخه. كمان المساء كمان ممكن انه يقتصر على نوع من الاكل سواء فطور او غدا. بين الوجبات حبه فواكه، يعني هي السكاكر اللي بناخذها نحن غالبا تكون من حبه فواكه، يعني نحن نقتصد بكل شيء. بس هون في نقطه، خلينا نركز على الفواكه. يعني في انواع بيقولوا لك الدكاتره لا ما اسحكم تاخذوا فواكه مثل البطيخ، الجبس، هلا الدراقن، قديش لازم ناخذ وشو هن المسموح وشو هن الممنوع وخاصه الفواكه؟ هلا كل انواع الفواكه ممكن تاكليها بس بكميات خفيفه. أوكي. يعني انا وقت بدي اخذ بطيخ احمر، حس بطيخ قد الكف مو اكثر، ما بتجاوزه ساعتها. اذا اكلت بطيخ انا ما باكل شيء نوع ثاني. مره واحده باليوم يعني؟ مره واحده مرتين؟ لا مره واحده باليوم، او مثلا بطيخ اصفر كمان قد الكف. يعني دائما بغطس بكميات قليله، كرز 5 كرزات من 10 كرزات ممكن، بس ما اكل شيء ثاني معه، مشمشتين، دراقه، يعني المهم باقتصاد. يعني انا باكل كل شيء بس انا دائما بخفف. يعني انا اليوم اكلت مثلا نوع من الفواكه بكره باخذ نوع ثاني، فمو معقول انا احط صحن فواكه من جميع الانواع وبلش اكل فيه، ضل مثلا نص ساعه اكل، والله انا ما بتعشى بس باكل فواكه. هذا الحكي لا اكيد مو منطقي. انا ممكن المساء اقتصر على كاسه لبن مع نوع صغير فواكه، دراقه مثلا، بس ما اكل على كيفي.
فهيدي نحن بنقصد فيها انه كيف وجبات صغيره متعدده، يعني انت فيكي تاكلي كل شيء بس انت دائما بكميات قليله، والاساس فيها ابتعاد عن السكر والحلويات. طبعا السوائل مهمه، السوائل لازم نحن دائما ان الماء اهم شيء، الماء يعني لازم مثلا الصبح اول ما في اذا بناخذ 3 كاسات مي كثير مهمه، بعدين انه ناخذ اثناء النهار كمان ممكن مثلا من 2 ل 3 لتر كمان حسب وزن المريض حسب العمل تبعه، كمان انه ممكن انه يزيد السوائل حسب الشوب اللي عم نشوفه هلا، كل هاي السوائل كمان بترفع المناعه. يعني انا عم بحكي على اكل او تغذيه بيرفع المناعه، يعني احنا وقت بنعتمد على الخضروات فيها فيتامين سي، فيها مغنيسيوم، فيها فيتامين ا، فيها زنك، يعني مو شرط انا مثلا اخذ شيء فيتامينات عن طريق الفم، يعني فيتامينات ممكن انا اخذ الخضروات، ممكن اخذ التغذيه تبعي، فبركز على التغذيه اهم من اي شيء ثاني. نعم، طب خلينا نحكي اليوم بظل وجود كورونا، كثير من يمكن الناس خايفه على اهلها اللي معها سكري او خايفه على حالها اذا معها سكري، كيف هي ترفع مناعتها بهذا؟ نال رفع المناعة مثل ما قلنا بالتغذية الجيدة، يعني الاعتماد على نوع التغذية، نظام الغذائي يعني فقط بدون أي أدوية. طبعا أهم شيء، أهم شيء طبعا يعتمد على أدويته، ينتبه على طبعا وقت هو بيعمل حمية نظامية أكيد السكر بده يستجيب، ما رح يرتفع. بنفس الوقت إذا بيقدر مثلا يعمل رياضة خفيفة، نص ساعة باليوم مشي أو أي نوع من الرياضة بس خفيفة ممكن مثلا، هي كمان تفيد. الحركة دائما، يعتبر تمارين خفيفة، تمارين تنفس كمان مهمة كمان يضيفها هلا بهالجائحة اللي نحن عم نعيشها، يتعود عليها نفس غميق، عرفتي، فهي كثير مهمة. إنها كمان من أساليب كمان في عنا النوم، النوم مثلا من 5 ل 8 ساعات باليوم، هي أقل شيء، يعني أنت لازم تنتبه على النوم، الابتعاد عن الخوف، الضغوط النفسية، يعني أنا مو معناتها إنه أنا خايف من شيء معناتها أنا ممكن أنا ضل أفكر فيه يعني عم يتصلوا فيكي انه ناس ما عم يقدروا يناموا لهالدرجه، طبعا هي بتضعف المناعه. فكمان كثير ناس عم ياخذوا زنك وفيتامين سي وفيتامين دي انه لتقويه المناعه، مريض السكري في ياخذهم هيك ولا اكيد لا؟ في ياخذهم، بس يعني كمان هو اذا بيعتمد على تغذيه جيده كمان عم توصل له هي الفيتامين سي، يعني مو شرط انا فيتامين سي عن طريق الفم لا، ممكن اي الفليفله مليانه فيتامين سي، البندوره مليانه فيتامين سي، يعني عرفتي، ففي في في خضره بين ايديك، في شيء تغذيه جيده بين ايديك انه ممكن انك تعتمد عليها، مو شرط انا اعتمد. الزنك موجود وين ما كان، موجود بالخضروات، موجود بالفواكه، فممكن انا اخذ زنك بس هو كميه الزنك تكون قليله، مو كمان الانسمام بهي الفيتامينات كمان شيء خطير، كمان ممكن تعمل مضاعفه انه غثيان، اقياء، تعمل صداع. فالزنك هو يعني ماكسيموم 25 ملي جرام باليوم ماكسيموم، هاي لازم اذا بدي اخذها مثلا، يعني صحنا مجدره منيح. عم اقول لك يعني اي شيء ممكن انه انت تعوضيه بالتغذيه الجيده والابتعاد عن اذا بيقدر الخوف، الضغوط النفسيه، هي كثير شيء مهم. نعم. لانه هذا كثير بينقص المناعه. طبعا نحن لازم نعمل هيك شيء، طبعا هو هي كمان يعني التغذيه الجيده ممكن تؤدي الى نقص الوزن شوي. صح. يعني كمان نقص الوزن هي من الاساليب او من اللي لازم تحدث، يعني البدانه كمان شيء سيء كمان ممكن انها تاثر على مريض السكري، لا بالعكس اذا كان عنده بدانه شوي بالحميه شوي بينزل وزنه، فكمان هي ترفع المناعه. فنحن نشوف كيف عم نرجع دائما للتغذيه، هي التغذيه الصحيه، العادات الصحيه. هلا بنجي بقى للكوفيد 19 اللي هو هلا شاغل الكون طبعا وشاغل العالم كله، كورونا طبعا ما حقهم، يعني هو يعني بانماطه هو بيشتغل على الار ان ا كماده وراثيه، بيغير من شكله كثير، اول ما اجى قالوا سلالتين، هلا 6 سلالات، وهلا كمان عم يقولوا في شيء ثاني، فكل يوم الدراسات كل يوم عم تتغير عليه، فهو الشيء الثابت انه هو نحن الوقايه منه، الوقايه من كوفيد 19، نحن اساليب الوقايه لازم نتبعها، اللي هي ببساطه نحن الكمامه، قالوا انه شيء مشترك الكمامه خصوصا بالاماكن المزدحمه. هلا ممكن بالهواء الطلق وفي تباعد متر متر ونص مثلا، ممكن انا اقول لا الكمامه ماشي الحال، الهواء الطلق ممكن امشي بلا كمامه، بس لا اكيد بالاماكن المزدحمه الكمامه شيء مهم، شو ما كانت نكون نوع الكمامه، لانه انت وقت في عندك مثلا اي اعراض تحمي حالك. طبعا اي اعراض لازم يقعد بالبيت صراحه، لازم يقعد بالبيت، يكثر سوائل، ممكن مثل ما قال تغذيه جيده، فيتامين عن طريق الحصول على فيتامين سي، فيتامين طبعا فيتامين د ما حكينا فيه، فيتامين د هو شيء ثاني، فيتامين د مو اي واحد يعني ناخذه كميات كبيره، كمان الانسمام فيه شيء اكيد اخطر منه. بقول لك يوم اي لا والزنك كل يوم صاروا كل العالم لا ماشي داعي يعني ابدا، الفيتامين د مو شرط انه انا اخذه 50,000 بالاسبوع كثير،
ممكن انا بشكل وقائي 10,000 بالاسبوع، بس طبعا بكون انا دارسه الحالة انه الكلس طبيعي، الفوسفور طبيعي، لازم يكون عامل تحليل قبل ما ياخذ هيك شيء، او انه بيعرف انه حالته هو منيحه لحتى يقدر ياخذ هذا الفيتامين. 10,000 يعني معدل 1000 باليوم للكبار، الصغار يا دوب 400، يعني ما يعني مو انه معناتها انا فيتامين د معناتها خلص كله فيتامين د. عم يجيني مرضى هلا صار فيتامين د 70 و80، يعني عم تيجي هلا في ناس عندها فيتامين د فوق، هو لازم يكون فوق ال 30 ماكسيموم هيك، يعني هذا معناته طبيعي، بس مو معناته انه اخذ انا فيتامين د لا اوصل لمحد الانسمام 100 وحده باليوم. هي المشكله القيل والقال ونقل الاقاويل، وكله صار دكاتره بالمجتمع، يعني عرفتي كله بيوصف أكيد لبعض، بيسمعوا بالصبحيات وعلى الفيسبوك وعلى كله بينقل حكي. أكيد لذلك نحن الاعتدال هو أهم شيء. ما في شيء واضح يعني دكتورة، هي النقطة بس خلينا نفهم العالم إنه ما في شيء واضح. لا ما في شيء واضح، لذلك بنعتبر دائما التغذية الجيدة هي الأهم شيء، العادات الصحية بالبيت هي المهمة، التغذية، الرياضة، النوم، الابتعاد عن الضغوط قد ما فينا، الابتعاد عن الخوف قد ما فينا، فلأنه هي كلها ممكن إنها عوامل تنقص المناعة. طبعا بنرجع على كوفيد أو سائل الوقاية، التباعد الاجتماعي مهم. يعني انا وقت بحس باعراض، طبعا هو كمان كوفيد 19 عم تصير اعراضه كثير متفاوته، يعني انا ممكن تلاقي بنفس العائله واحد حامل، واحد يعني سلبي، يعني اذا عمل البي سي ار او عمل التحليل واحد بي سي ار سلبي، واحد عنده ايجابي مع اعراض، واحد ايجابي بدون اعراض، فمختلف، فممكن مناعه الشخص هي مهمه كثير بالموضوع. يعني وقت مريض السكري او مريض ضغط او مريض عنده او اي مرض مزمن، هذا شو بده ينقص المناعه، وقت بده يجي اي فيروس سواء كوفيد 19 او غيره طبعا بده ياثر. هلا كوفيد 19 الكورونا ممكن انها الاعراض الخفيفه اللي ممكن يحس فيها الواحد، ممكن انه تعب عضلي، عم يجي بتعب عضلي، حاسه الشم مصدوق ممكن تكون راحت، عم يجي بحراره خفيفه، عم يجي مثلا اذا هل هي الاعراض اذا ضلت خفيفه هيك، انا بهالوقت لازم انا انتبه على التغذيه تبعي، لازم انتبه على الراحه تبعي، لازم انتبه على السوائل، اخذ السوائل. هون بهالمرحله ممكن انت اذا مثلا نتخطى مسكن سيتامول مو اكثر، يعني ما خاف عرفتي، يعني لازم شوي الواحد ياخذ نصائح منظمة الصحة العالمية اللي تمام. عطتنا يعني أكيد كتير من المعلومات عطيتينا إياها، نحن بنشكر وجودك معنا، أكيد بنتمنى من كل اللي عم بيتابعنا الصحة والمسؤولية والوعي، لأنه فعلا يعني مؤشر انتشار الإصابات صار لارتفاع، بيتطلب لنا بهالمرحلة فعلا أنه نكون على قد المسؤولية. شكرا لوجودك معنا. شكرا دكتورة، شكرا كثير لإلك.